أحسن الله إليكم وعظم لكم الأجر والمثوبة. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل صحيح بأن مولود المسلمين يكون شفيعاً لوالديه فيدخلهم الجنة؟ نعم، الشفاعة ثابتة، الأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون، والأطفال الذين هم الأفراط يشفعون لآبائهم، الشفاعة ثابتة لكن لا تكون إلا بإذن الله، لا تكون الشفاعة إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافعي أن يشفع، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه، يعني يكون من أهل الإيمان، من أهل الإيمان. فلا تجوز الشفاعة في المشركين والكفار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفاعة إنما تكون لعصاة المؤمنين، وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى. والشفعاء كثيرون، الملائكة يشفعون، والأنبياء يشفعون، والأولياء يشفعون، والأطفال الأفراط يشفعون، لكن كل هذا بالشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من عصاة الموحدين الذين استحقوا العذاب، فيشفع لهم الشافع بإذن الله فينجون من العذاب. الشفاعة ثابتة وحق، نعم وحق.